أحبائي في الله، نكمل إن شاء الله درسنا السابق المتعلق بأخذ الأجر على الرقية. اقرأ يا شيخ الحديث، وين وصلنا بالضبط؟ تفضل يلا اقرأ. حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب. بداية، من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. أبو النعمان هو محمد بن فضل السدوسي أبو النعمان البصري، لقبه عارم، ثقة ثبت، تغير في آخر عمره، مات سنة 23 و200. أبو عوانة هو الضاحي اليشكري الواسطي البزاز، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، مات سنة 75 و100. أبو بشر هو جعفر بن إياس ابن أبي وحشية، ثقة من أثبت الناس في سعد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن سعد، لا نحتاج، مات سنة 25 و100. أبو المتوكل هو علي بن داود الناجي البصري، مشهور بكنيته، مات سنة 80 و100. أبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخدري، له ولأبيه صحبة، واستصغر في أحد ثم شهد ما بعدها وروى الكثير، مات بالمدينة سنة 63. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ تفضل. كل الإسناد كلهم مذكورون بالكنى، مذكورين بالكنى. أخونا يقول هنا لطيفة، وهي أن رجال الإسناد مذكورون هنا بالكنى. نعم، هذه لطيفة، فتتابع الرواة على ذكر كل واحد منهم بكنيته. جميل. اثنين، لو نظرنا إلى أبي بشر فهل هو من التابعين أم لا؟ الصواب نعم، أنه من التابعين، حيث روى عن عباد بن شرحبيل اليشكري وله صحبة كما في تهذيب الكمال. روى عن عباد بن شرحبيل اليشكري وله صحبة، فتصبح اللطيفة فيه رواية التابعي عن التابعي، فيه رواية التابعي عن التابعين.